السلام عليكم ورحمة الله. للبيع شقة في منطقة كاشستو، 3 غرف صالة، 165 متر مربع، الدور 13، شقة رقم 40. ندخل نشوف الشقة. عندنا المدخل هنا، على يسارنا على طول الصالة، ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة وشريحة. نجي نشوف الإطلالة من الصالة. عندنا الإطلالة هذه من الصالة، ما شاء الله تبارك الله، إطلالة جميلة جدا على البحر وعلى الطبيعة. هذه مساحة الصالة. طبعا عندنا المطبخ نظام أمريكي، على الصالة مفتوح، على الصالة زي ما انتم شايفين الدواليب جاهزة وراكبة. عندنا هنا المطبخ، عندنا بلكونة خاصة بالمطبخ أو الصالون، مساحتها جيدة جدا. نجي نشوف إطلالتها. عندنا الإطلالة هذه، إطلالة جميلة جدا على البحر وعلى الطبيعة. طبعا منطقة كاشستو معروفة بأنها قريبة من الخدمات وفيها جميع الخدمات، وقريبة أيضا من المطار، تقريبا 10 دقائق من مطار طرابزون، وربع ساعة أو 15 دقيقة من ميدان طرابزون. نجي نشوف تفصيل الشقة كيف. عندنا هنا الغرفة الأولى، وهذه الغرفة الثانية، وعندنا هنا على اليمين دورة المياه الأولى أكرمكم الله، ودورة المياه الثانية مع المروش والبانيو. وأخيرا نجي نشوف غرفة النوم الرئيسية، هذه غرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها، وأيضا لها بلكونة خاصة فيها مطلة على المشروع وعلى الطبيعة. هذه البلكونة الخاصة في غرفة النوم، طبعا الشقة داخل مجمع سكني. عندنا في المشروع مواقف سيارات مغلقة، مواقف سيارات مفتوحة، جلسات عائلية، ألعاب أطفال، صالة رياضية، مسابح، وأيضا قريبة من الخدمات من الجامع والماركت. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.